أنا اسمي روى أحمد قاسم، أيتام من الأم ومن الأب. أنا وأخواتي، أبي صار له 8 سنين متوفي، أمي كمان تركتنا وراحت. كانت ستي وجدي عم يحونا كمان توفوا. أخواتي بطل يدرسوا، ما بيروحوا على المدرسة، لأنه أول شغل المدرسة بعيدة كتير، تاني شغل ما في مصاري حتى نشتريلهم، يعني ما في نشتريلهم لا بواط ولا شحطات ولا تفاتر ولا تياب حتى يروحوا فيهم. وعم يطلعوا على الجبل وعم يلموا حطب لحتى نشغل الصوبة. أنا بغسل لأخواتي بطعمي يعني، وبطبخ لهم وهيك، وهن بيروحوا عبال ما يلموا الحطب من الجبل يكون صار الليل. احنا بركين هون في جبل، بطلت من المدرسة لأنه عم نروح جبل نجيب حطب، وما عم نقدر نروح المدرسة لأنه رفقاتي بيتمسخروا علي. رفقاتي لابسين بواط ولابسين تياب حلوين، وأنا لابسة شحاطة، وهون في عنا دياب كتير.